اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي اللي انضموا لنا في السوق. طبعا كابتن هادي الالفي مكمل معانا من الفقره الاولى والثانيه. برحب بهبه عبد الرحمن لاعبه الفريق الاول لسه من الصعاده السنه دي، وكان ليها دور برده مع الفرقه، دور كبير برده. هبه منورانا. ازي حضرتك؟ بنور حضرتك والف مبروك. ربنا يخليك. وبرحب بضيفي طبعا اللي شرفني في الاستوديو، الكابتن احمد ابراهيم اللي كان ضيفنا قبل كده في حلقات تانية، مدير فني فريق 16 سنه للبنات وبطل طبعا المرتبط هذا الموسم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، دايما كده في معانا في كل بطوله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اهلا بيك يا كابتن هيثم. وبيكون معانا طبعا كابتن فريق المرتبط. الحقيقه احنا طبعا كان نفسنا كل فريق المرتبط يكون معانا، ولكن ضيق الوقت والمكان ما يعني ما قدرناش طبعا كل فريق يكون معانا، بس اكيد هيكون معانا في حلقات تانية، واكيد هروح لهم الملعب وهنصور معاهم لان هم يستحقوا، لان هم ابطال. معانا كابتن الفريق منة الله اسامه النمر. ازيك يا منة؟ الحمد لله تمام. مبروك، ميرسي، منوره الاستوديو. ربنا يخليك. خلينا نبتدي يعني مع كابتن احمد. يمكن المرتبط كان عليه مسؤوليه كبيره، وكل سنه هو اللي بيتحمل على عاتقه دوره الدوري المحلي. يمكن السنه دي شفنا شكل غريب شويه، المرتبط لوحده والدرجه لوحده والدرجه الاولى لوحده، كل فريق على حده بيكسب. شايف ده اتحقق ازاي يا كابتن احمد؟ مسابقه المرتبط طبعا بتبقى صعبه في اولها، لانك انت بتبدا من بدايه الموسم ماتشات صعبه. فعشان البنات تبدا تاخد الموضوع ده بتبقى الموضوع صعب شويه. يعني انت اول اسبوع بدانا صيد هو بطل المرحله السنيه دي في 14 سنه. فالحمد لله اللي انت تقدر في الفتره بسيطه جدا البنات توصل للمستوى ده، فده الحمد لله. يعني هم كانوا على قد المسؤوليه، ومن اول اسبوع احنا كاسبين الصيد عندنا في الملعب. يعني موضوع دوري المرتبط بتبدا، انت المفروض تبدا البطولات تدريجي على طول. بتبدا تدريجي، لا انت بتبدا ماتشات جامده على طول في بطولات المنطقه والجمهوريه تدريجي. سهل بالظبط. المرتبط انت بادئ على طول ماتشات جامده، والبنات عليهم يعني ضغط من اول الموسم، يعني بتبقى الموضوع صعب جدا. صحيح. بقول لك يا كابتن، اول ما بدات الموسم حسيت انت محتاج دعم من الخارج؟ لا الحمد لله، احنا يعني كنا محتاجين دعم طبعا في بعض المراكز، وكابتن ايهاب وكابتن نبيل بصراحه يعني في الحته دي كويس قوي. جبنا بنتين من الشيخ زايد، هاله وهاجر، وجبنا ساندي من هليوبلس. كنا محتاجين في بعض المراكز عشان السنه الجايه كمان طبعا. يعني كمان السنه الجايه المرتبط يبقى كويس. البنتين اللي من الشيخ زايد صغارين قاعدين السنه الجايه، ساندي سنتر محترم جدا. فكنا من بعض المراكز يعني اللي جبتهم اغلبهم 2003 2 2003 وواحد 2002 بس ان 2003 مكملين السنه الجايه بالظبط. بالظبط. واحنا كمان بنعمل حاجه السنه دي الحمد لله، يعني الفروق قليله جدا. فهتلاقي كل مره كل جيم بيلعب 2003 مثلا 3 4 5 لعيبه في كل جيم، يعني المستقبل حتى السنه الجايه في المرتبط. الحمد لله الدنيا الموسم اللي جاي هتبقى الدنيا كويسه ان شاء الله. طب قول يا كابتن، يعني خلينا نقول مين اللي كان بينافسنا في المرتبط اقوى فرقه؟ بص طبعا بعد خروج الصيد هي سموحه. مش ده مصلحه؟ طبعا يعني مش سبورتنج اللي مرتبط بتاعه. لا مش بينافسنا بصراحه. احنا فريقنا احنا كاسبينه في اسكندريه 20 بونت وهنا 20 بونت. فكان الدنيا كانت بنفسك. سموحه سموحه جه عمل ماتش عندنا هنا ما كناش متوفقين فيه، خسرنا 4 بونت. لميت البنات قلت لهم ولا حاجه، احنا قدها حدود، وارد ان انت ما توفقش في ماتش، لكن تقدر ان شاء الله تكمل، انت بطل. وكلمتهم الحته دي، هم بصراحه كانوا قد مسؤوليه جدا. رحنا اسكندريه هناك كسبوا الجيم، وكنا كاسبينه بفرق كبير الحمد لله، وكسبنا هناك كان 11 بونت وصل 8 بونت في الاخر. يعني هم كانوا قد مسؤوليه يعني جدا. يعني رديتوا الحمد لله هناك. الحمد لله يمكن عمل بالانس شويه. بالظبط، هو ده الماتش الوحيد اللي خسرناه. الف مبروك يا كابتن بيه، نتيجه جميله ومشرفه بصراحه. يعني انا عايز بس اشكر كابتن هاب الالفي على ثقته فينا الموسم الثاني على التوالي. الحمد لله. وكابتن نبيل بخيت بصراحه الراجل ما بيخلش علينا باي معلومه، معاه في الملعب، معاكم في كل معانا في الملعب بالظبط. كابتن نبيل كلمناه عشان يبقى معانا في السوق. انا عارف. رفض، قال انا هكون في الملعب. فهو قد ايه هو مهتم. لو بعدين ما بيخلش يعني معايا في كل الجيمات اي حاجه بيه. فدي بتبقى بصراحه انت عارف، انت ما حد كمان بيقيمك، بتبقى انت عارف انت فين. دي مهمه جدا. يعني بتحس ان رئيس جهاز الناشئات في ظهرك برضه بيفرق كله. احنا كلنا جهاز بنشتغل تيم ورك. كله هتلاقينا في ماتشات الدرجه الاولى كل الناس واقفه، ممكن ما نكونش واقفين باينين، لكن كل الناس واقفه. ماتش جميل عندكم يا كابتن. 13 هتلاقي 4 5 مدربين، 16 نفس القصه، 18 نفس القصه. دي في حد ذاتها بصراحه كابتن هاب عامل حاله كويسه جدا بامانه. دي الحاله دي بتيجي مع كل الفرقه يبقى الموضوع يختلف. بالظبط، دي حقيقه، دي حقيقه. خليني اروح لك يا منه. يعني يمكن انت طبعا بنت دكتور اسامه النمر، كان ضيفنا في استوديو تحليل المباراه الختاميه من الاهلي وسبورتنج. خليني اقول انت طالعه من البيت باسكت.
طبعا اخوكي وانتي والدنيا كلها وماما وبابا وعمامي كمان ومامتك كمان. فهو طبعا يعني اكيد ده انعكس عليكي في الملعب اكيد توجيهات. قولي لي اكتر حاجه بابا فرق معاكي من صغرك وانتي جوه النادي الاهلي. واكتر حاجه لما برجع مثلا متضايقه من تمرين يعني بلاقي حد فاهم يكلمني تاني يعني في الاباط والامهات احيانا ما بيبقوش فاهمين لدرجه ان هم ينصحوهم، بس هو فاهم يعني النصيحه بتاعته بيبقى عن فهم وخبره. صحيح. فبصراحه هو واقف جنبي في كل حاجه فلازم اشكره هو وماما بجد. طبعا كل الشكر ليه دكتور اسامه، راجل يعني قامه كبيره يعني. طب خليني اتكلم على كابتن احمد شويه. يمكن انتوا اكيد المكسب ده ما بيجيش في السن الصغير 14 15 16 سنه، لازم اللاعب يكون بيحب مدربه. بامانه سيبك من احنا في الاستوديو بس كابتن احمد قاعد جنبك خلاص البطوله خلصت. شايفه في حاله حب ما بينكم يعني؟ المدرب لما بيزعق بتتقبلوا ده؟ لما بيلمكم بتسمعوا كلامه؟ في الحاله دي بينك وبين المدير الفني؟ لا اول حاجه كابتن احمد ابراهيم هادي تماما عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الحمد لله كان لازم نشوفه كان عامل ازاي. السنه دي هو اهدى بكتير واحسن بكتير. في المعسكرات بنقعد مع بعض بنتكلم احسن يعني، قربنا من بعض كتير قوي عن اي سنه فاتت. وخلينا نقول طب ايه اللي شايفاه السنه دي مختلف عن اي سنه؟ هو الحب يعني كان سافر في تفرق شويه بين الناس يعني، بس السنه دي الطف بكتير. هو اشتغل على الحته دي بصراحه كويس. بص احنا اما كسبت البطوله انا السنه اللي فاتت هقول لك ما حسيتش ببطوله المرتبط بصراحه. السنه دي انا حاسس ان انا كسبت بطوله فعلا. البنات كلهم ال 20 بنت كلهم فرحانين، كلهم في الملعب. حاجه يعني منا كانت جالس فريقين في اخر ماتش بعد ما قرينا الفاتحه ورحنا كله جري عليها كل الفرقه. فدي في حد ذاتها ده مكسب. بصرف النظر بقى انا كسبت خسرت ده مكسب. البنات كلها ملموم ده مكسبي يعني، مش بصرف النظر. صحيح. حتى لما كنت خسرت بس البنات حابين بعض وحابين دي. ودي كانت كابتنهاب دايما اول ما قعد معايا قال لي في بدايه السيزون قال لي اهدى شويه انت بتشتغل وبتتعب بس بتضيع دي بحته العصبيه شويه. وانا فعلا يعني قعدت مع نفسي مش عصبيه. انا ما بقولش دي عصبيه بس انا بقول ده غيره وحب لشغلك فانت بتبقى عايز تعمل احسن حاجه. دي حقيقة. انا قعدت جنبك في ماتش برضه وشفت الموضوع ده ماشي ازاي. الحمد لله. طب منى قولي لي يعني حاله الحب اللي ما بين اللاعبات اكيد فرقت في الملعب. خلينا نتكلم على ماتش سموحه اللي كان عندنا في الصاله وفي سرناه. يعني حسيتي بايه بعد المباراه؟ يعني احكي لي من رحله سموحه اللي خسرناها في ملعبنا لغايه ما رحتوا عوضتوا الهزيمه في ملعب سموحه. اول حاجه احنا ما كناش متوقعين تماما يعني خالص. احنا داخلين وعندنا ثقه كامله وبشجعهم وبقول لهم لا يمكن، وما كانوا خايفين شويه بس انا ايه ما كنتش يعني ما فكرتش في الموضوع كده خالص. بس فاكيد اتفاجئنا يعني. بس يعني الحمد لله قدرنا نتلم تاني ونعمل سموحه هناك. قطعناهم حاجه جدا. من اول كارت رحنا فرقنا على طول نزلنا بقلب بقى وكده. ف يعني طب قولي لي مين مثلك الاعلى منك؟ مين ايه؟ مثلك الاعلى يعني انت شايفه مين عايزه تبقي زيه؟ هنقول على مستوى الولاد ومستوى البنات اي لعيب بره مين؟ ممكن بابا؟ لا بره العيلة، خلينا بره العيلة. يبقى ماما. يبقى ماما. بابا يبقى ماما. لا خليك كابتن احمد. مثلا طب فريق الدرجة الأولى. يعني في البنات؟ فريق الدرجة الأولى. هلا مصطفى، بحب ألعبها أوي. هلا مصطفى، بتلعبي نفس مركزها؟ أنا 5 و4. 5 و4، بتلعبي نفس مركزها. أنت عاجبك إيه في لعبها اللي شايفاه إن أنت عايزة تبقي زيه؟ يعني لها قلب وروح وسريعة، تلم ريباوند طويلة يعني. في جرأة. هي فيها كل ما شاء الله المواصفات يعني. انا بحب لعبها قوي. انت عندك جرأه في الملعب يعني؟ منى عندها جرأه في الملعب كابتن؟ لا ومنى كمان السنه دي بتشوط يعني كمان فتح لنا في الثلاث بونت ما شاء الله يعني. فدي كمان مديها ميزه ما شاء الله يعني. ماتش سبورتنج الاخير شايطه، كان سبورتنج ابتدى يرجع للجيم راحت شايطه ثلاثه رجعتنا تاني. لا ما شاء الله يعني. قولي لي برضه في فرقتك مين شايفاهم يعني عشان برضه حابه تقولي ان كان ليهم دور كبير؟ احنا مش عايزين ننسى حد طبعا. بس خلينا نقول اكتر اللاعبات شايفاهم روحا واداء معاكي. هو انا اكتر واحده شايفاها متبهدله حبيبه. حبيبه مين؟ عشان هي البلاي ميكر يعني. هي عندك حبيبه واحده في الفرقه يعني؟ حبيبه محمد. حبيبه محمد هي بنداس عليها قوي يعني عشان هي تقريبا يعني مش هقول افضل بس هي المعتمد عليها اكتر ما شاء الله. بس فهي تاخد اكتر وقت في اللعب. تتعب اكتر واحده شايلاكم. ده مره كان في فاول شوتنج ضيعت اتنين قعدت تعيط. ايوه وكان يعني مش هقول بسببها بس خسرنا الماتش. ده ما تخيلش قعدت تعيط قد ايه عشان احساسها بالمسؤوليه يعني. اتبهدلت يعني. صح. هم حاسين السنه دي بصراحه حاسين ان هم انتوا عاملين حلقه قريبين جدا من الثلاث بطولات فحاسين بدي. انتوا عاملين حلقه يعني حبيبه مش عايز انسى حبيبه منى النمر جان عبد الهادي ساندي انا ملك. طبعا ملك شام
كتير. انا طبعا كتير اكيد هنجيلكم ان شاء الله الملعب، يعني انتوا هتشاركونا في استوديو تاني، لان انتوا ده حقكم الحقيقه، نحط الضوء عليكم اكتر. ربنا يخليك. يمكن اروح لكابتن ايهاب، احنا وقفنا عند حته دعم الفريق يا كابتن ايهاب، وقلت انا حاولت ادعم الفريق حتى اخرها، كان السنه دي حاولت تجيب ميرال اشرف في نادي الشمس، وتعصب بموضوع الانتخابات في نادي الشمس، انا كنت حاضر هذه المفاوضات، وحضرتك قلت انا هلعب على محور تاني، اتفضل يا كابتن. بس انا ما كانش في اي تدعيم، خلاص انا فكرت في حاجتين، انا احاول ارجع هاله مصطفى، كانت خلاص درستها في امريكا فلازم احاول ارجعها، والحمد لله اتوفقنا ان هي جت السنه اللي فاتت، والسنه دي مضت من اول الموسم بدري والامور استقرت الحمد لله، وريم موسى كانت محترفه في التشيك فجت على النهائيات. ده السنه اللي فاتت وكنت مصعد البنات من تحت 18 سنه زي السنه دي بالظبط، وصعدت 5 بنات منهم طبعا هبه، منهم هبه اللي دلوقتي هي في الدرجه الاولى رسمي خلاص. هو ده النجاح بقى، زي ما احمد كده كابتن احمد بيقول من الاول، ان انا وكابتن نبيل وكابتن موسى انا اتفقنا ان بنبني للنادي من اول 10 سنين يا كابتن، زي ما بتيجي الملعب وتشوفهم كده، فعلا كابتن نبيل بذل مجهود كبير جدا، مدعمين من يعني من اول 12 سنه احنا مدعمين الفرقه الحمد لله، والجيل السنه دي جيل منا نمر 2002 2003 الحمد لله هو بطل المرتبط، ان شاء الله يبقى بطل الجمهوريه، وان شاء الله يبقى مستقبل النادي، في عناصر كبيره جدا، احمد تعبان معاهم جدا. وانا كل ما الحقيقه كل ما اخش الصاله كابتن بلاقيك قاعد، لا الحمد لله انا وكابتن نبيل من اول تمرين لحد حتى عم بشوف كابتن احمد صراحة. حتى لو ما فرقته ما اتمرنش، انتوا كجهاز قاعدين في الملعب، هي دي الروح اللي احنا بنقول عليها، احنا اسره واحده، كلنا واحد، كلنا ورا فرقه المرتبط، لما يكون المرتبط بيلعب كل النادي ورا فرقه الدرجه الاولى وهو بيلعب، مفيش، هي مسميات بس مش اكتر، لكن احنا بنشوف مصلحه النادي. طب فين كابتن، خلينا اقول برضو حته مهمه عشان الناس تسألت، وانا افتكرت الموضوع عايز حضرتك تقول، يعني ريم موسى لما جت شاركت، طبعا ريم لعيبه كبيره في اوروبا وكده، وكان البديل ساره المغربي، يمكن في ناس تسألت اثناء المباراه يمكن ساره لعبت اقل شويه، انا سألتك حتى خارج الهواء حضرتك قلت لي لا دي هي كانت مصابه، معلش عايزين نوضح دي كمان للناس. المباراة الأخيرة دي كانت سارة بقالها 3 أيام اتأخرت على المعسكر، لأن كان عندها امتحان في الجامعة الأمريكية، فما جاتش أول مباراة، وإحنا سافرنا قبل الدورة بيوم، وما حضرش التمرين اللي قبل اللي في القاهرة، ولا التمرين اللي في اسكندرية، ما كانتش جاهزة، ولا بقالها 3 أيام ما كانتش موجودة في اسكندرية. سارة من اللعيبة المهمة واللعيبة الأساسية جدا، كان ليها دور كبير في دورة المرتبط طبعا، وكان ليها دور كبير في الكاس السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت الكاس كانت بتلعب سارة لعبت حاجة و30 دقيقة، وريم موسى لعبت 15 دقيقة، صحيح احنا ما عندناش مشاكل مين يلعب قد إيه يا كابتن ياسر، مين متوفى النهاردة ومين ماشي ما عندناش أي مشاكل الحمد لله، لكن سارة من اللعيبة المؤثرة واللعيبة الكويسة. سارة كان عندها إصابة بس عندها في ظهرها ديسك، وده اللي بعدها حوالي شهر ونص أو شهرين في فتره الاعداد، فساره بترجع واحده واحده ان شاء الله لفورمتها ومستواها ان شاء الله، وساره من اللعيبه المؤثره. طبعا بس حبيت اسير الموضوع ده عشان يعني نقول عليه، بس انا عايز اروح لهبه. هبه انت اول سنه درجه اولى. نعم. طب قولي لي بقى هبه، انت كنت مصعده من السنه اللي فاتت، يعني معنى كده ان كابتن ايهاب بيثق فيك. نعم. شايفك ان انت يعني كتر او وينج صاعد يعني بقوه. نعم. عايزه تحققي ايه مع الدرجه الاولى؟ والله هو اي واحد يتمنى ان هو يبقى في الدرجه الاولى مع كابتن ايهاب في النادي الاهلي، فده كان شرف ليا ده في الاول يعني، واكيد عايز احقق معاهم كل حاجه كويسه ان شاء الله، ناخد ال3 بطولات النهارده، وان شاء الله نشارك في بطولات افريقيا وبطوله عربيه. مين بيلعب في مركزك في الفرقه؟ يعني مين من البنات اللي في نفس المركز ده؟ جيش طبعا. طبعا. لا بس خلي بالك، هو اللعيب الصغير عشان يثبت نفسه وهو طالع بياخد ثقه المدرب الاول، بس أيوة لازم مجهود زياده. ايوه طبعا انت عارفه ده. طبعا ومجهود زياده، ومش بس مجهود زياده، واداء في الملعب، يعني ممكن تاخد دقيقه يثق اكتر ينزل الدقيقتين، انت عشت بعد كده عشت ده كمان، غير ان انا عارفاه انا كابتن ايهاب برضو بيدينا فرص حتى لايا كان مين، حتى لو متصاعدين اللي بأدائه بيبقى كويس بيزود التايم بتاعه، الأدائه بيفضل كده بينزله تاني، لكن كابتن ايهاب طبعا اي حد بيبقى كويس ايا كان سنه ايه بيلعب. طب قولي لي انت، يعني السنه اللي فاتت تم تصعيدك، السنه دي انت رسمي درجه اولى. خلينا نقول ان انت بنت نادي الاهلي مش كده هيبقى على طول؟ خلينا نقول انت يعني
اول ما تم ابلاغك بلاش السنه اللي فاتت اي قبل ما كابتن هاب يجي اكيد كان الناس حاطه او المديرين الفنيين السابقين حاطين العين عليك شايفينك لاعب كويسه اول ما تم اخبارك ان انت طالعه الدرجه الاولى مع الدرجه الاولى كنت حاسه ان ده شرف كبير كنت حاسه ان ده حاجه كويسه وحمسك اكتر ايوه طبعا اي حد اي لعيب بيتمنى ان هو يبقى مع الدرجه الاولى وبالذات طبعا بتبقى صعبه جدا ان انت تبقى من 18 سنه لدرجه اولى في نادي الاهلي فدي حاجه كويسه جدا طبعا وكان شرف ليا ان انا اتمرن مع لعيبه كويسه جدا زي اللي عندنا هاله وكابتن دينا مش كده هيبقى مفيش 20 سنة. لا ما عندناش من 18 في سيما الناس فاهمه ان في 18 بعد كده 20 بالنسبه للانسات 18 بعد كده يطلعوا الدرجه الاولى على طول طب خلينا نقول مين مسك الاعلى يعني انت برضو وانت طالعه اكيد بتقولي انا نفسي ابقى زي فلانه لا نفسي ابقى زي فلان مين مسك الاعلى يعني والله انا مسك الاعلى سهى فكري سهى فكري انت فاكراها اه طبعا طب يا كابتن هاب مزغارين في كويس هبه ما شاء الله يعني عندها ثقافه شويه في الباسكت من صغرها وهي بتحب الباسكت ليها حد في عيلتها بيلعب باسكت؟ لا لا مش عندها حد بيلعب بس اخوها كان لعيب باسكت اه لعيب باسكت كويس هي هبه شويته كمان هي الميزه ان هبه في سنها هي انا بحب الشويته هي الشويته طبعا انت طول عمرك شويته انا بحب الشويته بعد كده كابتن هيثم هيبقى تبقى ضيفتي على طول كنت متوقع تقول كابتن هيثم شويته لا لا تبقى احسن طب قولي لها هبه يعني انت بتميزي بالشوط يعني كابتن هيثم اكيد بيبقى شايف فيكي حاجه كويسه الموضوع ده محتاج تمرين خلي بالك كتير ومحتاج تدي نفسك وقت الدراسه مساعداكي والله اه يعني احنا من واحنا صغيرين قوي متعودين نعمل بالانس ما بين التمرين والمذاكره وكده هو طبعا بعد ما دخلنا جامعه الموضوع اختلف بس برضه يعني اكيد احنا مين اللي تعبان معاكي بقى بابا ولا ماما؟ لا الاثنين طالعين يعني طبعا طبعا تعبانين معاكي لا جدا احنا ثلاثه كمان باسكت مش واحده بس ثلاثه بيلعبوا باسكت اه بسم الله ما شاء الله والثلاثه برضه ماشيين كويس يعني انت اكبر واحده بالزبط. ولا هم لا انا اكبر واحده اخويا في نادي الجزيره واختي صغيره كابتن فريق نادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله انتوا واخدين السكه ربنا يوفقك يا هبه ان شاء الله وتكوني يعني احسن اللاعبات زي ما كنت طالعه بسرعه السلوك تظلي ان شاء الله زي ما انت ربنا يخليك نورتيني وشرفتيني ربنا يخليك شكرا كابتن احمد نورتيني وشرفتيني الف الف مبروك ربنا يخليك يا كابتن منى النمر نورتيني وشرفتيني والف الف مبروك ومزيد من التوفيق ان شاء الله ان شاء الله خلينا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا تاني طبعا ابطال دوري المرتبط للسيدات خلينا نطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم تاني Let me